مبروك لكل جماهير نادي الاهلي على السنه الممتازه اللي تعدينا بها. السنه هذه عملنا كل الالقاب الممكنه الحمد لله، ان شاء الله نكون عند حسن ظنهم، ان شاء الله القادم خير بالنسبه للنادي الاهلي ان شاء الله. 5 من 5 السنه دي، بسم الله ما شاء الله، موسم تاريخي، لكن الاحتفال اكيد في وسط جمهور النادي الاهلي مختلف عن كل البطولات اللي فاتت. اكيد اكيد انه تحتفل وسط جماهيرك امر ممتاز، مع الاجواء اللي يعملها جمهور النادي الاهلي ما يخليك ان تبدا تكون مبسوط. الحمد لله ان شاء الله نكون فرحناهم السنه هذه، وان شاء الله نوعدهم قدم المواسم ان شاء الله نكون هديمة احسن ان شاء الله. كابتن علي، يمكن انت واحد من اللعيبه القليله جدا المحترفه، الناس خلاص ما عادتش بتعتبرك محترف، انت واحد مننا والاسره موجوده دايما، واحتفالاتك النهارده كنت حريص ان الاسره تكون موجود معاك، تقول علي عند ايه؟ اكيد اكيد الاسره بتاعي هي خير سند بالنسبه لي انا، اولادي يكونوا موجودين معايا ومراتي احسن احساس واحسن احسن دعم بالنسبه لي انا. حبيتهم اليوم يكونوا موجودين في الاحتفال باش نرجع لهم شويه من التعب اللي هم معايا.